ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم شيموا وارد، بقدم لكم فيديو جديد في فن زانت انجل. واللي حابب يعرف عن الفن ده اكتر الفيديو على القناة، هسيب لكم رابط الفيديو. كل مرة زي ما تعودنا بناخد جزء من الكتاب نقرأه مع بعض. الكتاب اسمه المفاتيح العشرة للنجاح للدكتور ابراهيم الفقي. هنكمل الرسمة وهنكمل قراءة الكتاب مع بعض. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحلم الأول لدكتور إبراهيم الفقي، المرة دي هنتكلم عن الحلم الثاني. هنبدأ قراءة. الحلم الثاني هو أنني كنت أريد أن أصبح مديرا عاما لأحد الفنادق الكبيرة وأنا أسافر حول العالم. وعندما كنت بالمدرسة كان بعض المدرسين يقومون بسؤال التلاميذ عن أمنياتهم في المستقبل، وكنت دائما أردد أن أريد أن أكون مديرا عاما لأحد الفنادق الكبيرة، وضحك الجميع مني في كل مرة، وقد حاول كل المحيطين بي أن يحبطوا من عزيمتي، ولكني حافظت على حلمي وتطلعي لتحقيقه. كنت دائما مع أصحابي نقوم باللعب عن طريق عمل تمثيليات نتخيل فيها أننا في فندق، وكنت أحتفظ لنفسي دائما بدور المدير العام. ثم بدأت سرا في تحضير نفسي لهذا الدور في الواقع، فتعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وقرأت في كل شيء متاح لي مما يتعلق بمجال الفنادق، وكنت أقضي أوقات كثيرة في الفنادق الكبيرة أشاهد الناس الذين يرتادونها والنزلاء وكيف يتصرفون الموظفون على اختلاف درجاتهم وطبيعة عملهم وهم منهمكون في العمل. وفي عام 1970 بدأت دراستي بمعهد الفنادق. ومرت الأيام وهاجرت إلى كندا عام 1975 مع زوجتي أمال، وفي خلال 4 أيام وجدنا عملا لنا نحن الاثنين، وكان نصيبه وظيفة غسيل الأطباق، وكنت أحسن من يغسل الأطباق في ذلك الفندق. وفي أحد الأيام طلبني مدير العام للفندق، وأثناء المقابلة في مكتبه قلت له: سيدي، لدي أخبار سارة وأخبار سيئة. فقال لي: لنبدأ بالأخبار السارة. فقلت له: أنا سأصبح مدير عام. قال لي: ممتاز، وما هي الأخبار السيئة؟ فقلت له بابتسامة هادئة: سأأخذ مكتبك. وانتشر الخبر بسرعة البرق، وبدأ الموظفون بالسخرية مني والضحك علي لأنني أصبحت في نظرهم مختلا عقليا. وبعد ذلك اشتغلت بجدية كبيرة وبدأت في دراسة الفنادق بالمعهد الخاص بذلك في مونتريال، وداومت على العمل والدراسة وقرأت الكثير، وبدأت الاشتراك في النشاطات التي كان يشترك فيها كل مدير. وفي عام 1986 أصبحت مديرا عاما لأحد الفنادق الخمس نجوم، وبذلك أكون قد حققت حلمي الثاني. نعم، التخيل قوي ومن الممكن أن تصبح الأحلام حقيقة وواقعة. قالت إليانور روزفلت: يكون المستقبل للذين يؤمنون بجمال أحلامهم، فابدأ من اليوم بتكوين أو إعادة تكوين أحلامك. احلم أحلاما كبيرة، وكما قال جوزا: لا تحلم أحلاما صغيرة فإنها ليست لها قوة لدفع الأشخاص. والآن إليك هذه الطريقة التي توصلك لتطوير قوة أحلامك. 1- دون 10 أشياء تتمنى أن تحققها. 2- دونها بالترتيب حسب أهميتها لك، الأكثر أهمية ثم الأقل فالأقل. 3- اجلس في مكان هادئ ومريح بحيث لا يزعجك أحد لمدة 15 دقيقة. 4- تنفس بارتياح وبعمق، املأ رئتيك بالهواء ثم قم بتفريغ الهواء، وفي هذه الأثناء اخرج أي توتر من جسمك. اجلس في وضع مريح تماما وأغمض عينيك وقم بالتركيز على كل جزء من جسمك، وتخيل أنك تنزل سلما يحتوي على 10 درجات، ومع كل درجة تنزلها تشعر بارتياح واسترخاء أكثر. على الدرجة 10 اترك نفسك تماما واشعر بالارتياح واطلق أي توتر. على الدرجة 9 اشعر بارتياح أكثر واسترخاء أكثر. على الدرجة 8 راحتك تزيد أكثر. على الدرجة 7 استرخي أكثر. على الدرجة 6 استرخاء أكثر. على الدرجة 5 راحة أكثر. على الدرجة 4 استرخاء أكثر. على الدرجة 3 راحة أكثر. على الدرجة 2 استرخاء أكثر. على الدرجة 1 في غاية الارتياح والاسترخاء التام. تخيل أن أمامك باب، المس الباب، افتحه، لاحظ النور المنبعث من ورائه. هذا هو نور مستقبلك.
أعبر من خلال الباب وأبدأ في المشي في حياتك المستقبلية تجاه هدفك. استمر في المشي في خط إطارك الزمني إلى أن تصل المكان والزمان الذي تحقق فيه حلمك. لاحظ أين أنت بالضبط، من هم الذين حولك، ماذا ترتدي. لاحظ كل شيء تراه وكل شيء تسمعه، وعندما تحقق حلمك لاحظ ما الذي تقوله لنفسك بالضبط. لاحظ إحساساتك، لاحظ تنفسك، لاحظ الجو المحيط بك، لاحظ درجة حرارة الحجرة التي أنت بها. أشعر بكل شيء بكل جوارحك. والآن كون صورة لنفسك بعدما قمت بتحقيق هدفك. قم بتكبير هذه الصورة واجعلها قريبة منك أكثر، وأضف إليها كل ألوانك المفضلة، وقم بإعطاء هذه الصورة شيئا من الطاقة. بأن تأخذ نفسا عميقا ثم أطلق صراح هذا النفس في الصورة، وقم بعمل ذلك 3 مرات. انظر إلى الصورة تسبح من فوقك. والآن أترك صورتك وأنت تحقق حلمك، وعد على خطك الزمني للحاضر وانظر لصورتك التي ستكون عليها في المستقبل، وهي الصورة التي ينتظر منك أن تصل إليها. خذ لحظة أشكر فيها عقلك الباطن، وأشكر الله الذي أمدك بكل هذه القوة لتحقيق حلمك. أغمض عينيك وابدأ الآن في صعود السلم، وفي كل خطوة سيكون عندك طاقة أكبر وثقة أكثر، وستشعر بزيادة في الانتعاش. الدرجة الأولى ثقة أكثر، الدرجة الثانية قوة أكثر، الدرجة الثالثة ثقة أكثر بنفسك وبقدراتك على النجاح، الدرجة الرابعة طاقة أكثر ويزداد تنفسك قوة، الدرجة الخامسة طاقة أكثر، الدرجة السادسة ثقة أكثر وقوة أكثر وطاقة أكبر، الدرجة السابعة طاقة أكبر وثقة أكثر، الدرجة الثامنة طاقة أكبر وقوة، الدرجة التاسعة طاقة أكبر. وعندما تصل إلى الدرجة العاشرة افتح عينيك واجلب معك كل المعرفة وكل القوة وكل الثقة التي تحتاجها لتحقيق حلمك. أهنئك، أنت الآن قد مررت بتجربة النموذج القوي في إيجاد مستقبل إيجابي. كرر هذا التمرين مع كل حلم من أحلامك، وقم بالتدرب عليه عدة مرات بقدر المستطاع، لأن هذا التدريب يمكن أن يقوم بعمل المعجزات في حياتك كما حدث معي أنا شخصيا. ابدأ اليوم وأحلم أحلاما كبيرة، اقرأ عن سير الناجحين واشعر بنجاحهم وتخيل نفسك تحقق إنجازاتهم. احذر من لصوص الأحلام، احذر من السم الحلو. لا تعطي الفرصة لأي شخص ولا حتى لنفسك أو أي شيء أن يسلبك أو يسرق منك أحلامك. دع خيالك يسبح على هواه، لأن خيالك له القوة التي يمكن أن تساعدك على تغيير حياتك. ثق بنفسك وكرر كثيرا باستطاعتي أن أنجح، أنا واثق من قدرتي على النجاح وستصل بإذن الله لأعلى الدرجات. وتذكر دائما، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الخامس الفعل، الطريق إلى القوة. يقول كودة، المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن يصاحبها التطبيق، والاستعداد وحده لا يكفي فلابد من العمل. عندما بدأت أمارس مسؤولياتي كمدير عام في أحد الفنادق الكبيرة في مونتريال بكندا، كنت دائما أبحث عن كل شيء جديد في مجال التنمية الشخصية والسلوك الإنساني. وفي أحد الأيام أرسل لي رئيس الشركة إعلان عن علم جديد اسمه NLP، البرمجة اللغوية العصبية، وأقترح علي أن أحضر ورشة عمل لمدة 3 أيام في نيويورك. وبدون أي تردد قبلت على الفور، كنت متحمسا لأنني سأخوض في معرفة هذا العلم الجديد. وحضرت ورشة العمل وقضيت أول يوم دون أن أفهم أي شيء، وشعرت بخيبة أمل، وكنت على وشك الرجوع إلى مونتريال فورا. ولكن قبل أن يمتلكني اليأس قررت أن أعطي نفسي فرصة أخرى، فتابعت في اليوم الثاني وحضرت المحاضرة الأولى وكانت قوية جدا. واستطاع المحاضر في أقل من 30 دقيقة أن يساعدني على تغيير اعتقادي السلبي كان يلازمني منذ سنوات، وقررت فورا أن أكمل ورشة العمل. وفعلا استفدت كثيرا وتغيرت حياتي تماما إلى الأحسن.
فقررت أن أحصل على أي شهادة ممكنة في هذا العلم حتى أساعد نفسي وأساعد الآخرين أيضا. وبعد 6 أشهر حصلت على شهادة أول دورة تمهيدية، وبعدها على شهادة ممارس، ثم معلم ممارس، ثم أصبحت مدربا معتمدا. واشتملت الممارسة على حوالي 10 سنوات عمل وتدريب. وبعد 6 أشهر من التخرج قابلت زميلة في مونتريال أنهت نفس هذه المراحل في نفس الوقت معي، وسألتها عن أحوالها وما الذي استفادته من الشهادة التدريبية التي حصلت عليها. فقالت: مررت بتغيرات كثيرة في حياتي، وأصبت بانهيار عصبي، ولم أكرر بعد ما الذي سأفعله بهذه الشهادة. لنرى معا ما الذي حدث. لقد قضت هذه الزميلة سنوات عديدة من حياتها في الدراسة، وصرفت آلاف الدولارات لكي تصبح مدرب معتمد، أي أنها كان لديها المعرفة الكافية لكي تتحكم في الأحاسيس السلبية، ولكنها لم تستخدم هذه المعرفة ولم تجني أي فائدة من حصولها على الشهادة، وأصيبت بانهيار عصبي. وقد كان لديها كل المعرفة التي تلزمها لأحداث تغيير تام في حياتها وحياة من تحبهم، وكانت لديها المهارة التي تسمح لها أن تعيش في مستوى عالي، ولكنها لم تضع هذه المعرفة موضع التنفيذ والفعل. من الممكن أن تمتلئ بالحماس ويكون لديك طاقة عالية وتملك المعرفة والقوة العقلية التي تحتاجها للنجاح، ولكنك إن لم تضع كل هذا موضع التنفيذ ستكون كل هذه المهارات بلا قيمة ولا طائل من وراءها. قال جيم رون في كتاب 7 طرق للسعادة والرخاء: المعرفة بدون التنفيذ يمكنها أن تؤدي إلى الفشل والإحباط. دعني الآن أسألك سؤالا، هل تعرف شخصا تعتقد أنه يعلم بالضبط ما الذي يفعله تغيير حياته، ويعرف أيضا متى يقوم بهذا العمل ولكنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء؟ هل تعرف أي شخص على درجة عالية من التعليم ولديه كل ما يحتاجه لكي يحيي حياة أفضل ولكنه يجلس بدون عمل؟ وبالعكس، هل تعرف أي شخص على درجة متواضعة من التعلم أو ربما لم يحصل على أي شهادات ولكنه ناجح جدا؟ الفرق موجود في كلمة واحدة وهي الفعل. مقولة تقول: الرجل السامي يتواضع في كلامه ويكثر في فعله. كان والدي يقول لي دائما: الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله. احنا في كده وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى الفيديو يكون عجبكم والرسمة تكون عجبتكم. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعليق محفز عشان نستمر بالمزيد من الفيديوهات، وشكرا لكم. مع السلامة.